اول حاجه هنعملها هي معجون حبه البركه السحري. هنعوز 2 كوب حبه البركه، ربع كوب زيت سمسم، ومعلقه كبيره سمسم، وكوبايه عسل تقريبا. طيب هنعمل ايه؟ هناخد دلوقتي حبه البركه اللي عندنا وهنحطها على النار تتحمص. دلوقتي هي لونها اسود، فانا هعرف منين انها اتحمصت؟ هحط لها شويه سمسم. فلما احط لها شويه سمسم، السمسم هيتحمص. لما يتحمص السمسم هعرف ان حبه البركه اتحمصت. فهي بس بسرعه هتتحمص، وهنخلطها مع زيت السمسم اللي عندنا، وبعدين هناخدها بقى ونضيف عليها العسل لغايه ما ناخد القوام اللي احنا عايزينه. طيب خلاص، شوفوا السحم السمسم عندنا ابتدى اهو لونه يغمق، فخلاص كفايه. هناخدها بقى ونبتدي نحطها عندنا في المطحنه. هنطحنها الاول هي نفسها، وبعدين هنبتدي نحط لها زيت السمسم شويه شويه لغايه ما يبقى عندنا قوام كريمي. ممكن نضطر نحتاج اكتر من السمسم اللي احنا كاتبينه، ولغايه المهم ما الاقيها عندي بقت معجون كده ولما نفسها. طيب شوفوا ازاي ابتدت تطحن عندنا. فدلوقتي هنبتدي نضيف لها شويه من الزيت. اختلف بقى دلوقتي الوضع، ابتدت ايه تبقى اتقل. تمام. طيب دلوقتي احنا طحناها لغايه كده اهو، شوفوا شايفين بقت عامله ازاي اهي كده اهو. دلوقتي دي اخر دفعه فاضله عندنا اهي، هنحط لها زي ما اتفقنا شويه من زيت السمسم. كل شويه هنعملهم هنحط لهم زيت سمسم وهنحط لهم طحينه. يعني احنا الكميه دي كلها تاخد تقريبا تلت نص كوب طحينه بس كده، ونخلطها. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ شايفين دلوقتي القوام عامل ازاي؟ فالقوام ده لو اكلتوه كتير بشويه بيلبط في البق كتير كتير كتير، شايفين اهو. ونحط شويه من حبه البركه اللي عندنا دي هنا، وهنخلطها. هخلي دول للحلو اللي هنعمله دلوقتي اللي هي صينيه حبه البركه. وهناخد دلوقتي من العسل اللي عندنا ونخلط لغايه ما نلاقي ان القوام بقى كده كريمي وحلو. يعني دول تقريبا لو قلنا ان دول تلت كوبايه، هنحط لهم مثلا معلقتين كبار من العسل. فاحنا هنا عندنا ايه في الخلطه بتاعتنا دي؟ عندنا حبه البركه وشويه سمسم، وعندنا طحينه، وعندنا زيت سمسم. لسه القوام مش هو ده، لسه عايزاه انعم من كده كمان. فهنحط شويه كمان. اهو هو ده القوام اللي انا عايزاه. ده بقى تقدروا تعملوه سندوتشات للولاد في المدارس، حاجه مفيده جدا. وانتوا طبعا كل يوم تاخدوا منه الصبح معلقه صغيره، ولا هيضايقكم في اي حاجه، وهتاخدوا فوائد كتير جدا ان شاء الله. فعلا لذيذه. وممكن كمان يعني انا عاملاها في المكنه دي، فانا حسب القرشه بتاعه حبه البركه. لو انتوا عايزينها انعم اعملوها في الكبه، لو عايزينها انعم خالص يعني يبقى اعملوها في الكبه.
زي ما قلنا ما بتتاكلش خالص من غير العسل، يعني العسل كتير بيفرق في طعمها اهو. وما بيتحطش في التلاجة على فكرة، بيتحط في الدولاب عادي بس دولاب مقفول.